مثل أصلا هاي تغطون الرجال والله العظيم، يعني لهذه الدرجة وصلنا إحنا البنات كذا. الله يعطيك العافية والله يا أم ريما، أنا أشكرك يا بنتي الله يعافيك على هذا الاتصال الجميل وهذا المداخلة الرائعة، وأشكرك ونتمنى تدعين البنات يتابعون حملة العفة، بس يكتبون في جوجل عفتي وستجدون ما يسركم. أنا شدني في اتصال بنتنا أم ريما أنها ذكرت